الأرض وطبقاتها. على الرغم من أن الإنسان لم يتمكن من الوصول لأكثر من 14 كيلومتر تقريبا في بطن الأرض من خلال عمليات حفر اللي قام فيها في صخور القشرة الأرضية، إلا أنهم استطاعوا التعرف إلى طبقات الأرض ومكونات كل طبقة، وذلك من خلال الموجات الزلزالية. طبقات الأرض الرئيسية هي القشرة، الستار، واللب. القشرة وهي الطبقة الرقيقة الهشة المكونة لسطح الأرض، وهي متفاوتة بالسمك، يبلغ متوسط سمكها تحت القارات نحو 35 كيلومتر، أما تحت المحيطات فيبلغ حوالي 7 كيلومتر، وهي الجزء الأبرد من كوكبنا. تقسم القشرة إلى القشرة القارية والقشرة المحيطية. القشرة القارية تتكون من صخور الجرانيت كثافتها 2.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب، وهي تمثل الجزء الخارجي من الأرض. القشرة المحيطية بتتكون من صخور البازلت كثافتها 3 جرام لكل سنتيمتر مكعب. الستار وهي الطبقة التي تلي القشرة تنقسم إلى قسمين، الستار العلوي والستار السفلي. الستار العلوي بيمتد من قاع القشرة من عمق 35 كيلومتر لغاية 660 كيلومتر، وبتكون من مواد لدنة وكثافته قليلة. الستار السفلي بيمتد من عمق 660 كيلومتر حتى عمق 2890 كيلومتر. الصخور فيه متجانسة كثيفة بتتكون من السيليكون، المغنيسيوم، والحديد. اللب وينقسم اللب إلى اللب الخارجي واللب الداخلي. اللب الخارجي بتكون بشكل رئيسي من الحديد والكبريت والأكسجين، وهو يوجد بالحالة السائلة، بينما اللب الداخلي بتكون بشكل رئيسي من الحديد والنيكل ويوجد بالحالة الصلبة. قارن بين طبقات الأرض الآتية من حيث، أول إشي رح نقارن بين القشرة القارية والقشرة المحيطية من حيث السمك، الكثافة والحالة الفيزيائية. القشرة القارية القارية مع المحيطية طبعا متراوح سمكها من 7 إلى 35 كيلومتر. كثافة القشرة القارية 2.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب، المحيطية 3 جرام لكل سنتيمتر مكعب. الحالة الفيزيائية القارية والمحيطية الثنتين صلبة، لكن القارية بتتكون من صخور الجرانيت بينما المحيطية بتتكون من صخور الستار العلوي سمكه 62 كيلومتر، كثافته قليلة، بتكون مواد لدنة. الستار السفلي 2190 كيلومتر سمكه، كثافته عالية، بتكون من صخور صلبة متجانسة. اللب الخارجي واللب الداخلي يتراوح سمك اللب الخارجي 2265 كيلومتر، كثافته عالية وحالته الفيزيائية سائلة. اللب الداخلي سمكه 1225 كيلومتر، كثافته قليلة ويوجد في حالة الصلبة.